البلاغ 46 الذي يدخل حيز التنفيذ يوم غد يقضي من ضمن يعني ما يتحدث به البلاغ انه يعني ممنوع 10 اشخاص يجلسوا على طاوله واحده داخل المطعم، واذا كانوا في ساحاته الخارجيه ممنوع يكونوا اكثر من 15 واحد. طيب ماشي. الان انا بشوف بانه في مشاهد حفلات فنيه وللمفارقه زي ما الان يظهر على الشاشه، بتشوف بانه بيجي مغني ويتجمع الاف الاردنيين وبكون فيش تقارب، يعني فيش تباعد، و يعني الى الحد الذي انه بكونوا بيرقصوا بكونوا جنب بعض. طيب ماشي. الان اذا انت قاعد بتحكي لي بانه في قوانين دفاع وفي اوامر وفي بلاغات حكوميه، هذه البلاغات كيف يمكن ان افهمها؟ يعني انت قاعد بتقول لي جوا المطعم، المطعم المنشأة الاقتصادية التي تؤثر على العامل الأردني وتؤثر على المواطن الأردني، هذه ممنوع يتجمع فيها المواطنين ويجلسوا بالقرب من بعض ولازم نلتزم بالقانون. أما عادي في الحفلات الفنية والمهرجانات الصاخبة أنه يتجمع الآلاف، هناك يبطل في فيروس. أنا مش قادر أفهم هذه المعادلة. وبرضه كذلك الحال بصير يقول لك تطبيق سند أخضر وممنوع تدخل المكان الفلاني إلا بتطبيق سند أخضر وكل هذه القضايا. ازدواجية التعامل كيف يمكن أن نفهمها؟ هذا السؤال سوف أتوجه به إلى الناشط السياسي المهندس ميسرة ملص. مهندس ميسرة مساء الخير. مساء النور يا هلا. كيف يمكن أن نفهم ازدواجية الحكومة في التعامل مع البلاغات في قضية كورونا؟ يعني بالمختصر النظام أو الحكومات المتعاقبة هي أصلا فاقدة ثقة في كثير من الملفات، وجاءت الكورونا لتكمل هذه الأمر. هلا واضح أنه من بداية الأزمة في تخبط ضخم، منع انتخابات النقابات، السماح بالانتخابات النيابية اللي فيها ألوف مؤلفة، كما ذكرت قبل قليل 10 أشخاص وكان 6 أشخاص على طاولة المطعم مقابل ألاف بتجمعوا بساحة ومقربين من بعض في مهرجانات الغناء في العقبة أو في الجرش أو في عمان. فالحقيقة هاي الازدواجية في التطبيق توضح بشكل واضح أن هناك في تسييس وهناك في أمر ما تخفيه الحكومات المتعاقبة، وأنا أقول صاحب القرار لأنه للأسف الحكومة ليست صاحب القرار، يبدو بيجيها بالباراشوت لتطبق هذه التعليمات. هناك أمر خفي غير معلوم بصراحة ما هو سببه. طبعا هذا الأمر زاد في مشكوكية المواطن وأصبح لا يثق في السلطات في زيادة، والمشكلة الرئيسية هذا أثر على معيشته. نحن كنا نتقبل في البداية التخبط اللي يجري، إغلاق البلد على الحالتين وثلاثة وأربعة وخمسة، كنا نقبل العديد من التصرفات. لكن الآن يعني ما يجري بعد ما صار في خبرة عند الحكومة وعند وزارة الصحة، بصراحة هذا إشي غير مقبول وهذا إشي مسيس وهذا في وراء أمر غير متفهمينه لحد الآن نحن. طيب يعني للمفارقة الآن بقول لك الفنان المصري مصطفى قمر يعلن عن حفل أسطوري قريب له في الأردن، يعني وكأنه الموضوع فتح. يعني كنا بحفل تامر حسني، بعدين حفل عمرو دياب، بعدين الآن حفل للفنان مصطفى قمر. الآن السؤال اللي أيضا يراودني، بترجع بتقول لك لجنة الأوبئة وهي المسؤولة، يعني بتقول لك طب نحن نعرب عن أسفنا، ووزير الإعلام السابق قبل التعديل دودين بقول لك نعرب عن أسفنا. طيب يعني أنا بعتقد بأنه الحكومة معنية بإجراءات، كيف يمكن أن تعبر عن أسفها؟ من المسؤول؟ صراحة كل من هو مسؤول يعبر عن أسفه غير مقبول، وهو دوره أنه يستقيل إذا ما بيموت. وزير الإعلام كان الأشرف له قبل ما أنه، وهو زميل وصديق حقيقة، قبل ما أنه يخرجوه من الوزارة كان المفروض أنه هو يطلع من الوزارة وما يقبل هذا الحال. وزير الصحة الحالي المفروض يستقيل لما نشوف هيك أمر. لجنة الأوبئة المفروض تستقيل. هذا بصراحة في استخفاف بالمواطن واستخفاف بالبلد واستخفاف في صحة البلد. اليوم النسبة قربت على 5، ما هو هذا السبب؟ مش هذا من نتيجة جراش ونتيجة هون ونتيجة هون؟ حقيقة في قلة مسؤولية، في قلة احترام للمواطن، في قلة احترام لعقل المواطن. طب هل ترى بأنه آن الأوان لوقف العمل بقانون الدفاع؟
نعم، انا اعتقد في قانون صحة عامة هو ممكن انه يستفاد منه في التطبيق على اي امر بردو، وهذا ما في داعي ابدا له قانون الدفاع. قانون الدفاع واضح عم بيستغل يتسيس الان وغير مقبول ابدا. لانه امبارح الحكومة او يعني خلال الايام الماضية اعلنت عن تأجيل انتخابات جمعية الادلاء السياحيين بدعوى عدم الالتزام بالبروتوكول. نعم، هي الحكومة مزاجية، هي أو يعني للأسف مش لازم نقول الحكومة، صاحب القرار واضح إنه بيكون في عنده أهداف أخرى ما لها علاقة في الوباء ولا لها علاقة في الكورونا، ويتم تسييس هذا الوباء وإجراءاته لخدمة مصالح معينة. نعم، نأمل بأنه يعني والله الواحد مش عارف شو بده يقول، يعني هي الحكومة نفسها تعرب عن أسفها والمواطن ماذا أبقى للمواطن. على أي حال المهندس ميسر ملص، شكرا جزيلا لك. العفو.